بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس تطبيقات على النسبة المئوية. طيب، تطبيقات في النسبة المئوية أساسا معروف دائما، أنت لما تذهبين للسوق توجدين أحيانا يقول لك خصومات أو تخفيضات بقيمة 20% أو 15% أو 10% وهكذا، صح؟ طيب، الآن سوف نتعرف على، إذا كان عندي مثلا ذهبت للسوق أردت شراء فستان، طيب فستان بقيمة 500 ريال، أجري عليه تخفيض، يعني خصم أو نقول تخفيض بقيمة 20%، كم أصبح سعر الفستان الجديد؟ طيب، عندي خطوتين للحل. الخطوة الأولى أني أوجد مقدار الزيادة. كيف أوجد مقدار الزيادة؟ عن طريق ضرب 500 في 20%. يلا، هذه أول خطوة، أوجد 20%، الخصم هذا كم ريال اللي هو 20%؟ سعر الفستان 20 ضرب الخصم اللي هو سعر الفستان 500 ضرب 20 اللي هو الخصم، راح يعطيني 100 ريال. طيب، خلاص، هل 100 ريال هنا سعر الفستان؟ لا، هذا مقدار الخصم اللي أنا أوجدته الآن، اسمه مقدار الخصم. طيب، انتقل الآن للخطوة الثانية. سعر الفستان سابقا قبل الخصم 500 ريال ناقص السعر الخصم اللي هو مقدار الخصم هنا اللي هو 100 ريال، يخصم منه 100 ريال اللي هو نسبة التخفيض اللي هو 20%. بعدها أقول خلاص 500 ناقص 100 يطلع لي سعر الفستان الجديد 400 ريال. راح أخذ تطبيقات في نفس الدرس. طبعا هنا المفردات اللي عندي الزيادة والخصم. الآن أنا تعرفت على الخصم. الخطوة الثانية تطرحين بما أن خصم، بس لو كان عندك زيادة راح تجمعين، والخطوة الثانية راح تجمعين. لو كان عندي فستان سعره 500 وزاد 20%، فأجي الخطوة الثانية أقول زيادة، وراح نسمي هذا مقدار الزيادة. طيب، تعالي نحل أمثلة مع بعض. مثلا أمامك تدرب 7 و6 و7، راح نحلها مع بعض. هنا يقول لك خصم وهنا زيادة. طيب، تعالي، أنا حاسبة بقيمة 58 ريال، أجري عليها خصم بقيمة 20%. أول خطوة زي ما إحنا متعودين، أضرب 58 نضربها في كم؟ ممتاز، ضرب 20 على 100. طيب، يلا نضرب 58 ضرب 20 على طول، راح يعطيني كم؟ 1160 على 100. راح نحرك الفاصلة، راح تكون الفاصلة عندي هنا. أبدأ أوجد العدد الجديد هنا، مقدار الخصم اللي هو 11 ريال و6 هللات أو 60 هللة. خلاص، إذن مقدار الخصم 11 ريال و6 هللات. طيب، هنا بما أن عندي خصم أقول سعر الآلة سابقا 58، صح؟ أقول سعر الآلة سابقا 58. طيب، وطرأ عليها خصم بقيمة 11 ريال فاصلة 6، نبدأ نطرحهم من بعض، راح يعطيني الناتج كم؟ 46.4 هللات. إذن أصبح سعرها الجديد 46 ريال و4 هللات. واضح هنا؟ إذا الخصم هنا الخطوة هذه طرحت. طيب، تعالي نحل سؤال هذا. بطاقة اتصال، بطاقة اتصال بقيمة 99 ريال وزيادة، طرأ عليها زيادة بقيمة 5%. طيب، تعالي الآن الخطوة الأولى تروحين تضربين العددين اللي موجودة عندك في بعض، تضربين 99 ضرب 5 على 100. طيب، لما تجين تضربين 99 ضرب 5 راح يعطيك 495 على 100. نحرك الفاصلة منزلتين باتجاه اليسار، راح يطلع عندي العدد 4.95 هللة. طيب، الخطوة الثانية هنا، سعر البطاقة سابقا 99 ريال، والزيادة التي طرأت عليها، إذن 99 هي كان سعرها 99 وزادت 4 ريال و95 هللة. طيب، بعدها نبدأ نجمع، أقول 99 زائد 4 راح يعطيني 103.95 هللة. إذن بكذا نكون أخذنا تطبيقات على النسبة المئوية، اللي هو هنا مثال الخصم وهنا مثال الزيادة.
مثال خصم الزيادة، إذا كان عندي خصم أجي الخطوة الثانية وأطرح، إذا كان عندي هنا زيادة أجي الخطوة الثانية وأجمع. وبكذا نكون خلصنا درس اليوم.